بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي المشاهدين الكرام، أحييكم أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا، نرحب بكم بالبرنامج الأسبوعي تراثنا. اليوم نتحدث عن شخصية أخرى من شخصيات مدرسة أهل البيت عليهم السلام، نتحدث عن جمال الدين الحسن ابن يوسف ابن علي بن المطهر الحلي، والذي ولد في سنة 648 للهجرة، وكانت وفاته في سنة 726 للهجرة. وهو أحد أكبر فقهاء ومتكلمين الشيعة الإمامية في القرن السابع الهجري، ويقال له العلامة الحلي، حتى يكاد يختص لقب العلامة به دون غيره. نتعرف على هذه الشخصية العظيمة من خلال الحديث مع ضيف البرنامج الكريم، الكاتب والروائي الأستاذ كمال السيد. تحية طيبة لكم أستاذ كمال، والسلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله. نعم أستاذ كمال، يعد الحلي من علماء المسلمين الشيعة الذين اشتهروا، وكان كاتبا ومشهورا، وله كثير من المؤلفات ومن العلوم في الفقه والفلسفة وعلم المنطق. كيف لنا أن نستعرض سيرة وحياة هذه الشخصية العظيمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تحية لكم والمشاهدين الكرام. بداية، كما ذكرتم في المقدمة، هو الحسن بن يوسف. نعم. الذي عرف بجمال الدين، وأيضا أول من لقب بآية الله والعلامة. هذا لم يكن متعارفا عليه من قبل. والده ذكر عن ولادته أنه ولد في الثلث الأخير من ليلة 27 من شهر رمضان المبارك سنة 648 للهجرة. نعم. أي قبل سقوط بغداد حوالي 7 إلى 8 أعوام. وكان عمره في السابعة عندما سقطت هذه المدينة أو عاصمة الخلافة العباسية. وتؤكد المؤشرات على أنه ضمن الوفد الحلي من العلماء الحلة الذين التقوا هولاكو قبل سقوط بغداد، وقبل الزحف المغولي، العمليات الأخيرة التي نعم. أدت إلى حصار بغداد ثم سقوطه. كثير من المؤشرات تشير إلى أنه كان مع السيد بن طاووس ومع أبيه سديد الدين، يعني من خلال هذا الوفد الذي ذهب إلى نعم بغداد، إلى لقاء يعني في عمر 7 سنوات. نعم، في السابعة. ما الميزة التي تجعل من هذا الشخصية في هذا العمر القصير أن يكون من ضمن الذين ذهبوا للتفاوض؟ يعني كان فيه نبوغ مبكر. طبعا هو تتلمذ منذ نعومة أظفار على يد والده. نعم. ثم انتقل بمشورة من والده إلى خاله المحقق الحلي، وكان فيه نبوغ وعبقرية، وكان يجالس
هاتين الشخصيتين باستمرار. وعندما تعرف أنه بعض المدن شعرت بالخوف من زحف المغول وخاصة مدينة الحلة، نعم، تكاد تكون مغفرة في تلك الفترة، وبقي فيها هذه الثلة القليلة من العلماء، وهم والد العلامة الحلي والسيد بن طاووس والمحقق الحلي وهو خال العلامة. وذكرت أنه كثير من المؤشرات تفيد بأنه كان ضمن هذا الوفد والذي قابل هولاكو وأدى إلى حماية العراق أو مدن العراق باستثناء بغداد من الزحف، من المجازر والقتل وسفك الدماء. نعم. وهناك زيارة تاريخية أيضا للخواجة نصير الدين، وإحنا تحدثنا في حلقات سابقة حول هذه الشخصية. نعم. وتذكر بعض المؤشرات أن السيد بن طاووس التقى هذه الشخصية قبل سقوط بغداد أو قبل الزحف إلى العراق، في زيارته إلى مشهد التقى هذه الشخصية وربما تأثر بها، خاصة في مضمار هذه المسألة، مسألة التفاوض مع المغول وتجنيب السكان خطر المجازر. نعم نعم. خاصة بعد أن شاهد سقوط الدولة الخارزمية. الحلي جمال الدين الحسن بن يوسف كان في السابعة عندما سقطت هذه المدينة في كانون الثاني 1258 للميلاد، في محرم الحرام سنة 656 للهجرة. بعد هذا التاريخ في سنة 664، وهو السنة التي توفي فيها السيد بن طاووس، جاءت هذه الزيارة التاريخية لهذا العالم الكبير الذي يعود له الفضل في دعم مدينة الحلة وتعزيز وجودها العلمي كحاضرة ثقافية. يقوم بزيارة هذه المدينة في هذه الفترة ويلتقي خال العلامة، ونحن ذكرنا في لقاء سابق كيفية اللقاء ومشهد من هذا اللقاء، وأيضا لقاء هذا الفتى اليافع وهو في 15 من عمره، يعني الحسن بن يوسف. وذكر أنه التقى وجد خريتا ماهرا، أي الدليل الحاذق في إشارة إلى المحقق الحلي، ووجد عالما إذا جاهد فاق في إشارة واضحة إلى هذا الفتى اليافع. وطبعا في هذه الزيارة اقترح عليه الخواجة نصير الدين بمرافقته إلى بغداد وطلب العلم أو التتلمذ على يدي، خاصة وأن العلامة الحلي وجد في هذا الإنسان في هذه الشخصية موسوعة كبرى تضم كثير من العلوم، الحكمة والفلك والرياضيات والمنطق وعلوم أخرى، واستجاب لهذا الاقتراح، وربما كانت لديه أيضا رغبة شديدة في مرافقته. وخلال الطريق تذكر المدونات أنه الخواجة سأل العلامة الحلي الذي ما يزال يافعا 12 مسألة وأجاب عنها كلها، ما زاد في إعجاب الخواجة بهذا الفتى اليافع النابه والعبقري الذي يأمل أن يكون في المستقبل عالما كبيرا. نعم. جدا. في الحلقة الماضية أستاذ كمال ذكرتم بأن الخواجة نصير عندما اصطحب العلامة الحلي إلى بغداد لكي يتعلم على يدي الخواجة نصير بعض العلوم، ولكن بالمقابل الخواجة نصير هو من تعلم. نعم. وهذا على يد العلامة الحلي. يعني من الأشياء التي تدعو للتأمل وجود هذه الشخصية الكبيرة جدا، وهي شخصية أيضا إدارية، كان لها الفضل في إعادة الحياة المدنية إلى بغداد. يعني هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدة أشياء، والواحدة من هذه الأشياء أنه التواضع لدى العلماء الشيعة، يعني رجل في أخذ العلوم حتى رجل وإن كان من صغير، رجل في السبعين. نعم. يتتلمذ على يد يافع في 15 من عمره ويدرس علم الفقه على يد العلامة. نعم. ولديه نقاشات طويلة. نعم. وإشكالات كثيرة
للعلامة على يد على أستاذه، ولديه أيضا شروح، حتى قيل إن لولا ابن المطهر يعني العلامة الحلي لما فهم أحد كلام نصير الدين أو مؤلفات نصير الدين. الشروح التي كتبها وألفها، التعليقات التي علق عليها، التعليقات نعم والشروح، نستطيع أن نقول هي التي مكنت الجيل من فهم الثاني مؤلفات، من فهم وإدراك نعم مؤلفات الخواجة نصير، الخواجة نصير الدين الطوسي رضوان الله عليه. نعم وبقي هناك في بغداد إلى سن 24 من عمره، وهي السنة التي توفي فيها أستاذه نصير الدين، لكن في سنة 672 هل عاد إلى الحلة أم لا؟ لكن من المؤكد أنه كان في عاد الحلة للحلة، 676، هذا نعم شيء مؤكد لأن خاله المحقق قد توفي في هذا العام وتصدى. طيب، بعد أن كانت المرجعية في يد المحقق الحلي خال نعم، العلامة الحلي، كيف انتقلت إلى العلامة الحلي وهو في هذا السن الصغير وأصبح المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في تلك الفترة؟ كان العلامة الحلي يعني يحوي الكثير من العلوم وفاق أهل زمانه في كثير من العلوم، خاصة في مسألة الفقه، في علم الفقه، والعلم الفقه في تلك الفترة كان هو سيد العلوم، يعني كان الفقيه هو الشخصية الأبرز. ولذلك تسلم مرجعية العالم الشيعي، وأيضا زعامة الحوزة العلمية في مدينة الحلة، وهي الحاضرة وهو الثقافية في ريعان الوحيدة. شبابه، لم يكن في نعم السن الكبير. نعم كان في 24 من العمر، وعندما توفي خاله كان في 28 من العمر، يعني أصبح في 28 هو المرجع مرجع الأعلى. الأعلى للشيعة في عصره. وتزعم الحوزة العلمية في هذه المدينة التي تكاد تكون الوحيدة كحاضرة ثقافية في تلك الفترة، لأنه بغداد أسدل عليها الستار بعد سقوطها على يد المغول، أحرقت مكتباتها ورمي الكثير منها في مياه دجلة، وأيضا المؤسسات الثقافية انتهت في تلك الفترة. هاجر العلماء إما إلى مدينة الحلة للدراسة نعم والتدريس، وأما إلى بعض المهتمين بعلم الفلك خاصة إلى مدينة مراغة للعمل في المرصد الفلكي الذي أسسه الخواجة نصير الدين بعد أن أقنع هولاكو بضرورة بناء هذا المرصد في مدينة في إيران. في إيران، نعم العلامة الحلي كان في مدينة الحلة، من المؤكد أنه بعد في سنة 726 للهجرة، أي بعد وفاة خاله المحقق الحلي بقي في رضوان الحلة. الله عليه. نعم بقي في مدينة الحلة و ذاع صيته كثيرا في كثير من البلدان والمدن والحواضر العلمية، و يعني هذه الحادثة التاريخية التي يذكرها ويرويها المدونون في التاريخ حول السلطان الجايتو في كرمانشاه، كان هو يحكم، هو سلطان العراق وإيران، بل سلطان الدولة الإلخانية في تلك الفترة، كان يحكم من كرمانشاه الدولة، وصادف أنه هذه القضية التي تذكر أنه طلق زوجته ثلاثة. طيب، قبل هذا الحديث، كيف انتقل العلامة الحلي ووصل إلى إيران؟ هل هنالك من دعوة وجهت إليه؟ هل هنالك من ظروف دعت العلامة الحلي إلى أن ينتقل إلى إيران؟ نعم، هذه الحادثة التي يرويها المؤرخون أنه نعم، السلطان أولجايتو، وأولجايتو تعني العظيم والكبير، وهو المغولي أيضا، نعم، غياث الدين محمد، نعم سلطان المغول في تلك الفترة. تعرفون أنه المغول أعلنوا الدين الإسلامي الدين الرسمي للدولة الإلخانية بعد صحيح 38 سنة تقريبا من سقوط بغداد بغداد، عاصمة نعم الخلافة العباسية. في هذه الفترة
أصبح الدين الدولة الرسمي هو الدين الإسلامي. وكان سلطان أوجايتو قد تبنى أو اعتنق المذهب الحنفي، كان الحنفية، نعم وهو كان يحكم في إيران، نعم كان في كرمانشاه في مركز الحكم، كرمانشاه. نعم طيب مدينة كرمانشاه باعتبارها مدينة حدودية على العراق وإيران، ربما اختارها لتكون مركز للحكم ليحكم هذه الدولة المترامية الأطراف. طيب قدوم العلامة الحلي إلى كان بدعوة، إيران بدعوة كان، نعم وجهت إليه من تقول السلطان. الرواية، نعم تقول الرواية أن السلطان غياث الدين والجايتو طلق زوجته ثلاثا، هذه الصيغة المعروفة، وعندما وندم على ذلك ندم، نعم، طبعا طلب حضور العلماء وزعماء المذاهب لكي يجد الأربعة، مخرجا حلا أي لهذه نعم، القضية. وسألهم عن، كانوا بالإجماع أنه لا بد من المحلل لأنه طلاق بائن، ولا بد من زواجها ثم انفصال، يعني المحلل، هذه الطريقة التي تعقب عادة الزواج، الطلاق البائن. هو ذكر طبعا أنه لديكم اختلاف في كثير من القضايا ولكن حول، في هذه القضية في هذه متفقون القضية الجميع، قالوا متفقون، هناك إجماع، يعني نعم، إجماع، لم يقتنع السلطان. لم يقتنع السلطان. الوزير تدخل وذكر، أشار إلى العلامة الحلي، إلى وجود عالم شيعي في له حال مدينة في هذه الحلة القضية. له رأي آخر، وطبعا السلطان طلب حضوره، فوجهت إليه دعوة رسمية للحضور، وإن كانوا الحاضرين قد امتنعوا أو قد طبعا هم شجعوا، عرضوا هذا الطلب. شجعوا السلطان على عدم توجيه دعوة نعم، لأن مذهبه باطل وهم ضعاف العقول، وكثير من التهم التي نعم، ساقها ابن تيمية في كتابه منهاج السنة ضد العلامة الحلي. نعم، وطبعا السلطان لم يستمع إليهم. طبعا وجهت الدعوة واستجاب العلامة وتم السفر، وهذا المشهد الذي يرسمه المؤرخون حول كيفية اللقاء. عندما دخل على البلاط كان يمسك نعله، قد أخذ نعله بيده وسلم، ثم اتجه مباشرة إلى مكان إلى جانب السلطان وجلس، جلس بقرب السلطان. نعم إلى نعم، جانب السلطان، وهنا التفت بعضهم إلى السلطان وقال: ألم نقل لك أنهم، يعني نعم، أن هؤلاء هم ضعاف العقول؟ يعني كأنه كانت هنالك مراسيم عندما يدخل نعم أحد هنا، أي شخص نعم، على كان السلطان يجب أن ينحني ينحني. إلى حد نعم، الركوع، ينحني إلى حد الركوع، وهذا هو ما لم الاتيكيت، يفعله نعم العلامة الحلي. نعم لم يفعله، طيب سلم، حيا السلطان وحيا الجالسين، واتجه مباشرة إلى مكان خال، فجلس إلى بجنب جوار السلطان. السلطان، طيب وهنا بدأت الاعتراضات والهمهمات والتساؤلات والانتقادات أيضا. والسلطان اسألوه، قال لهم سألوه لماذا فعل لديه هذا؟ جواب، ربما لديه جواب. نعم، فكان هذا السؤال الأول: لماذا لم تنحني للملك؟ وهذا نوع من الأدب واحترام والطاعة. قال: إن الذين كانوا يدخلون على النبي كانوا صلى الله عليه يسلمون وآله، عليه صلى الله عليه وآله، ولم لا يوجد هكذا أدب، يعني الانحناء أمام النبي، لأنه لا يجوز الركوع إلا والسجود لله إلا سبحانه لله وتعالى. سبحانه وتعالى. نعم، إذا لماذا ذهبت وجلست إلى جنب جانب السلطان. السلطان؟ نعم، قال: لم أجد مكانا خاليا غيره، لم أجد مكان خال غير هذا المكان. يعني في هذه المناظرة، في هذا الحضور، السلطان استدعى، يقال بأنه استدعى أمة المذاهب الأربعة، يعني كلهم نعم من كانوا يقلد هذا حاضرين، المذهب. طبعا كانوا حاضرين، كان نعم، يتوقع أن تجري مناظرة يعني حول موضوع الطلاق وبطلان الطلاق. إذن السلطان راد أن يستعلب رأي المذاهب الأربعة إضافة إلى رأي العلامة الحلي قطعا من خلال الجمعة التي جمع بها هذا العدد كان الكبير. حضور، نعم كان نعم، حضور من ممثلي المذاهب الأربعة أيضا كانوا موجودين، وانتقدوا العلامة الحلي على هذه طيب الحركة وهذا طيب الموقف. وطبعا إذا لماذا تمسك نعلك؟ وهذا في هذا منافاة للأدب،
أن يدخل إنسان على السلطان وهو ممسك يحملنا عليه المنبر. بيديه. نعم. قال خفت أن يسرقه أحد أهل المذاهب كما سرقوا نعل رسول الله. وهذه كانت المدخلية هذا كان للمناظرة، الفخ الذي الفخ اللي نعم الذي نصبه العلامة. نصبه العلامة نعم. لزعماء المذاهب، وهم وقعوا جميعا في هذا الفخ والتفتوا إلى السلطان وانتقدوا. ألم نقل لكم أنهم أصحاب يعني عقول ضعيفة ومذهبهم باطل، وأهل المذاهب لم يظهروا إلا بعد 100 عام على الأقل من من رحيل وفاة النبي رسول صلى الله الله عليه صلى وآله. الله عليه وسلم. التفت العلامة إلى المترجم وقال سجل هذا الإقرار على أنفسهم أن أهل المذاهب لم يكونوا على عهد رسول الله. والمترجم أيضا ترجم هذا الكلام وتعجب تعجب السلطان، طبعا السلطان. استغرب جدا أن أهل المذاهب لم يكن أحدهم على عهد رسول الله. وهنا استثمر هذه الفرصة العلامة وقال أما نحن فنأخذ مذهبنا من علي بن أبي طالب وهو أخو الرسول وهو ابن عم الرسول وصهر الرسول وأيضا نفس الرسول بدليل الآية، ونحن نأخذ مذهبنا عن هذا الإنسان. هذا أول دليل على أحقية الإمام علي سلام الله عليه بالخلافة، أنه لم يكن أهل المذهب. ثم لماذا توقفت حركة الاجتهاد عند هؤلاء الأربعة؟ يعني لا يوجد شخص أعلم منهم؟ هذا طبعا سؤال ما يزال بدون جواب. نعم. لماذا هذا الحصر؟ لماذا توقفت حركة الاجتهاد عند هؤلاء الأربعة؟ خاصة وأن الشافعي في رحلته إلى مصر ألغى مذهبه القديم، فلديه مذهبان، مذهب قديم قبل سفره مصر إلى مصر، ومذهب جديد من خلال استحداث مسائل فقهية يعني؟ نعم نعم تغير مذهبه تماما بعد تأليف كتاب الأم. هناك مذهب جديد هو المذهب عندما كان في مصر، ومؤخرا في عهد الرئيس أنور السادات أو قبله حدثت مشكلة اجتماعية وهو نسبة الطلاق، لأن طلقوه طالق ثلاثة انتهت طلاق بائن وانتهى الموضوع، لا بد من محلل، وهذا يعني أحدث نوع من الارتباك في المجتمع المصري. في لحظة غضب يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا، وبالتالي يجب أن يطبق هذا نعم الطلاق. وطبعا تم عن طريق الأزهر مراجعة النجف الأشرف للاطلاع على رأي علماء النجف في هذه القضية، والمذهب الجعفري يقول بأنها تعتبر طلقة واحدة هذه حتى وإن لفظ الثلاثة تعتبر. يعني حتى في عندما تحدث العلامة الحلي مع السلطان حول هذه المسألة قال له أما مسألة الطلاق فهي باطلة لأنها تفتقد إلى الشهود العدول. الشهود العدول نعم، لكن حتى على رأي أنه طلاق ثلاثا نعم. حتى في مصر ألغي هذا القانون وحل محله القانون المذهب الجعفري الذي يقضي بأن هذا يعتبر طلقة واحدة يعني طلاق رجعي رجعي. نعم، واستقرت الأمور حتى هذه اللحظة في مصر على هذا القانون، وهو طبعا يعتبر هذا أيضا فتح لمذهب أهل البيت سلام الله عليهم. سلام الله عليهم. وهناك أيضا في قضية طلاق الرضاع الكبير أيضا حدث ضجة أيضا، وعلى هذا الأساس أيضا هم أيضا نعم كان حلت عن طريق المذهب الجعفري. طيب أستاذ كمال خير، نروح فاصل ونعود نكمل الحديث مع المشاهدين. مشاهدين كرام، فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا. أنا شيعي أنا شيعي أنا شيعي وبالقرآن إيماني غدا نهجا أنا شيعي ولي حب النبي المصطفى ملجأ أنا شيعي وفي عشقي لآل المصطفى من جاء أنا شيعي وهل في غير آل الله من يرجى
أنا الشيعي أنا الشيعي ولا أرضى بغير المرتضى حيدا أنا الشيعي يقيني فيه من قطر السماء أكبر أنا الشيعي ولن يثنيني عن عزمي هوى المنكر أنا الشيعي غدا أسقى زلالا من ندى الكوثر أنا الشيعي أنا الشيعي فخور إنني للمرتضى أنسب أنا الشيعي وهذا يا ذوي الألباب ما يطلب أنا الشيعي ويا لله ما أحلاه ويا لله ما أحلاه من أنا الشيعي غدا في الحشر لا ألقى للضيع الهم أنا الشيعي. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام في القسم الثاني من برنامج تراثنا. يمكن الاتصال والمشاركة معنا من خلال الأرقام التي تظهر في أسفل الشاشة، وهنالك أيضا أرقام للتواصل الاجتماعي يمكن الاتصال والمشاركة معنا. نعم أحييكم مرة أخرى أستاذ كمال. الله. الأجواء التي دخل بها العلامة الحلي إلى مجلس السلطان والذي كان يعتنق الدين الحنفية، وبعد المناظرة التي جرت بين العلامة الحلي وعلماء المذاهب الأربعة الموجودون، هل انتقل السلطان من مذهب الحنفية إلى مذهب الإبابية؟ طبعا تشير المدونات إلى تأثر السلطان بشخصية العلامة الحلي ليس في مستوى علميته وإنما بمجده الأخلاقي. وسأله طبعا حول قضية الطلاق، فأفتى العلامة الحلي ببطلان الطلاق لغياب الشهود العدول. وهنا يطلب من العلامة أن يبقى في ضيافة البلاط في ضيافته، وحتى لقبه غيره من الجايتو العظيم والكبير والمجيد إلى خدابند التي تعني السلطان محمد خدابند. نعم التي تعني عبد الله. عبد الله. وهذا نوع من التواضع والعبودية لله سبحانه وتعالى، يعني تخلى عن هذه الفخامة وفخامة الملك ومهابة الملك إلى لقب أكثر تواضعا وينسجم مع ثقافة الإسلامية التي تقضي بأن الناس كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. طبعا يستجيب العلامة استجاب لاقتراح السلطان وأصبح مرافقا له في رحلاته، حتى أنه دعا إلى بناء مدرسة سيارة، وهذه أول مرة تحدث في التاريخ تكون خاصة للعلامة الحلي. نعم. وترافق السلطان والعلامة الحلي يدرس أثناء الرحلات. يعني هذه مدرسة سيارة صنعت من الخيام القوية ونوع من الجلد السميك، بحيث تكون مدرسة تليق مثلا في تحميهم من حر الصيف ومن برد الشتاء والمطر والثلج وإلى ما ذلك، تقلبات المناخ على أي حال. وبقي العلامة الحلي في مرافقة السلطان حدود أكثر من 10 سنين قبل أن يعود
إلى مدينة الحلة بعد وفاة السلطان. في هذه الفترة أيضا ألف كتابه الشهير منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، والذي أثار ألفه في إيران. نعم، ألفه في هذه الفترة. نعم، في إيران. نعم. أثناء إقامته ومرافقة للسلطان خدابند غياث الدين، محمد غياث الدين. وفي هذا الكتاب هو إثبات لأحقية الإمام سلام الله عليه، سلام الله عليه، في الخلافة والإمامة. السلطان بعد هذه المناظرة، بعد هذا اللقاء التاريخي، قرر زيارة العتبات المقدسة. يعني ترك دين الحنفية. نعم. نعم، تبنى. وحتى نقشت أسماء أهل البيت، أئمة أهل البيت في المساجد، على المساجد. نعم. حتى على وعلى العملة ضربت على النقود أيضا، على النقود أيضا. نعم. ما يدل ويشير إلى أنه انتقل المذهب الإمامي بشكل رسمي يعني. ويقرر زيارة مراقد أهل البيت سلام الله عليهم. بدأ في النجف الأشرف في زيارة أمير المؤمنين، ثم كربلاء المقدسة أيضا زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه وأخيه أبو الفضل، وزيارة الشهداء، ثم توجه إلى مدينة الكاظمية لزيارة الإمامين الجوادين الكاظميين. وهناك عقد مجلس للمناظرة رسميا حول الإمامة في الكاظمية. نعم، في مدينة بغداد على الأقل. ربما بعد الزيارة في مدينة بغداد على أي حال، لكن تحديدا أين لا توجد إشارات في هذا الخصوص، وأتصور أنها في مدينة بغداد، يعني نفس المدينة، حيث جمع زعماء المذاهب. وفي طلعتهم الشيخ نظام الدين المراغي، وهو يعتبر أعلم علماء السنة في تلك الفترة، ينتمي إلى المذهب الشافعي. وكان هذا هو الشخص العالم المبرز في المناظرة، ودارت النقاشات، وساق العلامة الحلي الأدلة القاطعة والبراهين على حقية الإمام سلام الله عليه، وقضية الإمامة، حقية الإمام أمير المؤمنين بالخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله. وحتى احترف نظام الدين المراغي بقوة الأدلة وظهورها، وأنها غاية في الظهور، ولكن ينبغي إزدال الستار على الماضي. يا سبحان الله، دفعا للاختلاف. لم يعدل عن مذهبه. لا، دفعا للاختلاف. دفعا للاختلاف. نعم، دفعا للاختلاف بين المسلمين، نزل الستار على الماضي، لأن هناك شخصيات وأزدلوا إلى يومنا هذا، إلى هذا اليوم. نعم. والعلامة الحلي نهض لإلقاء كلمة بهذه المناسبة، ظهر من آداب المناظرة أنه أتصور أن الشخص الذي يحكم الآخرين بقوة أدلتي يلقي كلمة للشكر، شكر الله سبحانه وتعالى. وهذه من آداب المناظرة فيما يبدو، وبدأها بالصلاة. طبعا في مع الحاضرين كان هناك سيد من أهل الموصل، وهذا السيد يدين بمذهب آخر، يعني يعتنق مذهب آخر، أما الحنفي أو الشافعي أو لكن لا ندري أي المذاهب ينتمي. وعندما بدأ بالثناء لله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي وآله، تساءل أو احتج واعترض، كيف يجوز الصلاة على غير الأنبياء؟ تصلي على آل النبي كيف؟ نعم، ما هو الدليل؟ فقرأ الآية المباركة. الآية المباركة: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فتساءل هذا السيد الحنفي أو الشافعي أو المالكي، أي مصيبة أصابت على علي وآله؟ فاستعرض مصائب أهل البيت، ثم ختمها بهذه المصيبة، وهي وجود شخص سيد ينتمي إليهم ويدين بديني بمذهب، وكأنه هذا الذي كان يناظر وهذا الذي كان يعترض على هذا الصلاة، هو الذي في بعض المصادر التاريخية تشير إلى أنه هو كان علوي،
كان سيدا، كان سيدا من السادة. نعم كان من السادة، ولكن يسكن الموصل، ولكن يعتنق أحد المذاهب، السنية الأخرى. نعم المذاهب الأربعة. فقال لهم من مصائب أهل البيت سلام الله عليهم. نعم مصائب أهل البيت، وجودك على أهل أنت. البيت. أنت من ذرية أهل البيت. نعم. يعني تسير أو تتبنى مذهبا غير مذهبي. مخالف خط أهل البيت. فضحك الحاضرون. نعم. هذه مصيبة أيضا من المصائب. ما يضحك طبعا. وانتهت انتهى اللقاء إلى هذا الحد. سكت السيد خجلا، أطرق برأسه كما تذكر المدونات، وأزدل الستار، وأزدل الستار على هذه المناظرة. نعم نعم. طيب في مسألة التشيع في إيران، هنالك بعض المصادر تشير بأنه العلامة الحلي كان له الفضل في إرساء معالم التشيع وعلوم أهل البيت في إيران بعد هذه المناظرة وبعد دخوله على السلطان محمد خدابند. نعم هذا اللقاء، هذا التحول صحيح. نعم. جرى هذا التحول، لكن الحقيقة أن المذهب الشيعي كان شائعا في مدينة قم وبعض المدن الأخرى، ربما في كرمانشاه أيضا إلى حد ضئيل جدا. بقي التأثير محدود، خاصة بعد رحيل السلطان خدابند بقي المذهب السائد في إيران حقيقة المذهب الشافعي. الشافعي كان هو يتسيد. طبعا هناك ميزة أخرى للشعب الإيراني، أنه لا توجد حساسيات طائفية، يعني لا توجد هناك نزعة طائفية كالتي كانت موجودة وسائدة في العراق. لماذا؟ لهناك توجه عرفاني قديم موجود متغلغل في نفسية الإيرانيين صراحة. نعم. وهذا التوجه العرفاني يقف على النقيض من القضايا الطائفية والعنصرية والمذهبية. مذهبية. نعم. والمذهب الشيعي والمذهب الإمامي أصبح رسميا بعد قيام الدولة الصفوية، وقد نتعرض إلى هذا الموضوع إذا إن شاء الله جاء الحديث، وصل الحديث عن العلامة العالم البهائي. إذا كان العلامة الحلي بعد دخوله هذا التأثير كان محدود، أعطى الدفع والقوة. نعم للمذهب هذه بداية الجعفري الموجود. نعم هذه بداية، ويذكرها المؤرخون أنه في عهد السلطان خدابندك هناك نوع من التمهيد لانتشار المذهب الإمامي. دحياء علوم مدرسة أهل نعم البيت عليه السلام. وهذا الانتشار يعني كان سابقا موجودة في إيران. موجودة في إيران، ولكن الظروف السياسية التي كانت تحيط بالدولة في تلك الفترة في بعض الأحيان تكون قد لا تجد لها تأثير واضح على الساحة. نعم هناك دولات التي قامت والكيانات قامت في إيران قبل توحد إيران في ظل الحكم الصفوي، يعني طبعا الدولة الصفوية هي اللي توحدت إيران، وإنها كانت الدولة المشعشعية موجودة، كانت الدولة قرغيلو يعني الخروف الأسود والخروف الأبيض، وهناك أيضا كيانات أخرى كانت موجودة على نسق دول الطوائف، دولات الطوائف وكيانات الطوائف في الأندلس. يعني كانت هناك مثلا دولة مشعشعية من الحويزة إلى مدينة الكوت، هذه يمتد نفوذها بقيادة منطقة جنوبية. نعم نعم منطقة جنوبية من العراق. نعم من العراق. نعم في محافظة واسط، هذا امتد نفوذها من هذا، وكان المركز والعاصمة في الحويزة. أيضا دولة حسن أوزون أو حسن الطويل، يعني أوزون يعني الطويل بالتركية، ودولة الخروف الأسود. نعم. دولة الخروف الأبيض، هذه كانت تتقاسم إيران. جاء الحكم الصفوي بقيادة إسماعيل، وحد الدولة الصفوية، وأصبحت إيران دولة واحدة بعد قضاء على الدولة المشعشعية وبقية الكيانات السياسية الأخرى، ودخلت في حرب مع الدولة العثمانية على خلفية إعلان إسماعيل المذهب الإمامي المذهب الرسمي للدولة. نعم. وطبعا كانت يعني قام بجهد كبير العلامة الحلي رضوان الله عليه في إيجاد قاعدة لعلوم أهل البيت ولمدرسة أهل البيت وعلى عقيدة أهل البيت سلام الله عليه، فليست لم تكن محصورة في مدينة قم وحدها. نعم. كان هناك أيضا انتشار في مناطق أخرى، في الري مثلا وفي كرمانشاه وبقية بعض الأجزاء، لكن انتشار محدود للأسف الشديد،
وضعف وانحسر بعد رحيل السلطان خدابنده بعد 10 أعوام من اللقاء التاريخي مع العلامة الحلي. وتعرفون أن المدرسة السيارة أنه مدرسة كانت لم تنثبت في كرمانشاه، وإنما كانت تنتقل من تتجول مدينة في جميع أنحاء إيران. إيران حسب نظام السلطان خدابنده في تلك الفترة. العلامة الحلي يعود بعد وفاة السلطان خدابنده إلى مدينة الحلة ويستقر فيها، ويكتب ابن تيمية رده على كتاب منهاج الكرامة وسمى منهاج السنة، وملأه بالكثير من الشتائم والسباب. كان ابن تيمية معاصرا لزمن العلامة نعم الحلي كان في تلك الفترة. نعم في تلك الفترة نعم. والعلامة الحلي عندما طولب بالرد ذكر شطرا من بيت: لو كان يعلم أو لو كان يفهم ما أقول أجبته. وهذا كان يخاطب بهذا ابن تيمية. ابن تيمية الإنسان يعني جاهل، إنسان يا يستخدم سبحان الله، كقول أمير السباب المؤمنين عليه السلام عندما يقول: ما غلبني إلا جاهل. إلا جاهل. يا سبحان الله. نذكر هذه الأبيات التي قرأها الإمام الرضا على المأمون عندما طلبه سلام الله عليه، سلام الله عليه، على المأمون عندما طلب المأمون منه أن ولاية العهد، حول قضية ولاية العهد، وفي عودتهم في الطريق العودة إلى مدينة بغداد كانت هناك قبيل الغروب كما تذكر المدونات التاريخية، أنه كان يطلب من الإمام أبيات شعرية: هل تحفظ أبيات شعرية مثلا في هذه المناسبة بهذه القضية؟ ومنها في الصف عن الجاهل. فقال الإمام هذه الأبيات: إني ليهجرني الصديق تجنيا فأرى له فأرى لهجره أسبابا، إن لهجره أسبابا، وأراه إن عاتبته أغريته، فأرى له ترك العتاب عتابا. فإذا بليت بجاهل متحكم يجد المحال من الأمور صوابا، الله أوليته من السكوت، وربما كان السكوت عن الجواب جوابا. فالعلامة الحلي لم يرد عليه أبدا إلا بهذا الصدر البيت. من هذا البيت: نعم. لو كان يفهم ما أقول أجبته. وتركه، ترك الرد عليه، وهذا أبلغ جواب في الحقيقة. العلامة الحلي يعود إلى مدينة الحلة بعد هذا التاريخ ويستقر فيها إلى أن توفاه الله. إذن أسفاره لم تكن بشكل متعدد، مثلا كانت تنحصر بين العراق وبين إيران. أسفار كان يعني سفرته إلى مدينة النجف، إلى مدينة كربلاء، إلى الكاظمية، داخل العراق، داخل العراق فقط. أما في خارج العراق وكان في كرمانشاه ثم في إيران أيضا لديه أسفار بحسب أسفار السلطان الذي بنى له هذه المدرسة السيارة، وهي ربما تكون المدرسة الأولى من الناحية التاريخية. نعم. أستاذ كمال لدينا اتصال، الأخ أبو محسن من إيران. أبو محسن السلام عليكم. عليك ورحمة الله. حياكم الله أخي العزيز، تفضل. أسعد الله أيامكم بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام الحسن العسكري. وأيامكم إن شاء الله. نعم. أسلم على سماحة السيد. الله عليكم السلام. التحف اللي يتحفنا في هذا البرنامج. عليكم السلام. سماحة السيد، حبذا لو تشيرون بعض الزملاء العلامة الذين كانوا يدرسون معه سويا وبعض تلامذته. نشكركم يعني هذا العلماء اللي تفضلتم. انتم في حلقة سابقة أشرتم إلى أنه أساتذة علامة الحلي، كما تطرقتم على محقق الحلي وفي بداية البرنامج. نعم. بعض التلامذة اللي هم بارزين في يعني في علوم الشيعة، وعندهم كتب لو حبذا تعرفون لن تعرف إن شاء أكثر الله على العلامة. شكرا لكم. إن شاء الله. شكرا. شكرا أخ أبو محسن على هذا الاتصال. نعم. يسأل عن الذين تتلمذوا على يد العلامة الحلي، هناك الكثير من الطلبة، لكن في طليعتهم طبعا ابنه فخر في الدين. طلعتهم كانوا خواجة نصير. نعم. خواجة نصير في طلعتهم عندما نعم استعرض. أحسنت أحسنت. نعم. تعلم منه الفقه. نعم. نعم. أو أول طبعا أول من تتلمذ على يديه، وكان في 70 من عمري، وهذا نعم شيء يعني يستدعو للتأمل، لكن يعني يدعو للافتخار أيضا. نعم. لأن هكذا عالم بهذا السن ويتلقى علوم من
فتى في الخامسة عشر من عمره. نعم. هذا يحتاج يعني يحتاج إلى لا تقدير. نعم تقدير كبير. نعم. طبعا هناك بعد للأسف الشديد لم يتطرق له الكثير وهو البعد الأخلاقي في شخصية العلامة الحلي. يعني نعم. أنا أتصور أن سلطان خدابنده تأثر كثيرا بمجد هذا الإنسان الأخلاقي، لكن كيف نتعرف على هذا البعد؟ طبعا الشخصية الإسلامية السوية تنهض على ثلاثة أبعاد. نعم. البعد العقلي، وفيه يتعامل الإنسان مع الطبيعة من خلال القدرات العقلية ومع الآخرين. مع الآخر. نعم. والبعد الأخلاقي في التعامل مع المجتمع، هذه المعادلات الاجتماعية. نعم. والبعد الروحي في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. والعلامة الحلي حقيقة كان آية الله في العلم والأخلاق، لكن كيف نتعرف؟ أنا أتصور أن أفضل مدخل للتعرف على هذا البعد الأخلاقي والروحي أيضا في شخصية العلامة الحلي الوصايا، وصاياه لابنه، وهي أتصور أنها موجهة لكل شباب الإسلام. يوصي ابنه. نعم يوصي ابنه، وهناك قسمين، قسم شخصي وقسم عام. قسم شخصي أيضا. طيب مضمون هذه الوصية؟ وصايا أولا أنه ترك له إرثا علميا كبيرا، وبعضه إذا كان ناقص عليه أن يكمله. إذا حكم الله بأمره، يعني قضى الأجل، أنه رحل قبل إتمام بعض المؤلفات الناقصة، لأنه متى كتب هذه الوصايا؟ أو عندما دخل في الخمسين من عمره، لأنه حسب حديث للنبي صلى الله عليه هو يروي أنه إنسان إذا دخل الستينات من العمر فعليه أن يستعد، وأولى هذه الاستعدادات طبعا كتابة الوصية، وهو نعم. أولا يطلب منه ملازمة تقوى الله تعالى، ما يعني أن العلامة الحلي كان تقيا وكان يؤكد على هذا، لأنه صدر الوصايا بتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. وعليك باتباع أوامر الله تعالى وفعل ما يرضيه واجتناب ما يكرهه والانزجار عن النواهي، أيضا هذا امتداد للتقوى. وقطع زمانك، يعني صرف الوقت، جل الوقت في طلب الكمالات النفسية. الله. هذا أيضا جانب. وما أبعدنا اليوم عن هذا هذه الجوانب. نحن الآن نعم العيادات الطب النفسي والطب النفساني مليئة بالمراجعين، اختلالات واضطرابات نفسية، قلق ومخاوف وهزات نفسية، كلها عدم ثقة بالنفس. عدم ثقة بالنفس. نعم. خوف من المستقبل، اليأس، التشاؤم، يعني يهشم شخصية الإنسان. وسببه واحد، هو أنه هناك خلل في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلامة يؤكد على تقوى الله وطلب الكمالات النفسية التي هي امتداد لهذه التقوى. أنت إذا أصلحت علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والارتقاء عن حضيض النقصان إلى ذروة الكمال، والارتفاع إلى أوج العرفان، ومقابلة المسيء بالإحسان، والمحسن بالامتنان. وعليك بملازمة العلماء ومجالسة الفضلاء، ازداد كمال أخلاقي وكمال علمي، تكامل العلمي مع مجالسة العلماء، والتكامل الأخلاقي مع الفضلاء. وليكن يومك خيرا من أمسك، التقدم باستمرار، التطور باستمرار باستمرار. يعني الأمس ذهب، أنت اليوم يجب أن تكون أفضل. من تساوي يومه فهذا مغبون، هذا حسب مغبون. الحديث نعم. عن أهل البيت سلام الله عليه. الله يعني. وعليك بالصبر والتوكل والرضا، وحاسب نفسك في كل يوم وليلة. محاسبة النفس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. للأسف الشديد لا نعم. يوجد التزام بهذا الموضوع، وهذا ضروري جدا. الإنسان يحاكم نفسه كل يوم
على ما قال وما فعل. هذا أفضل أسلوب لترشيد حركة الإنسان في واقع الحياة. يعني يستعرض الأعمال التي قام بها، يستفيد من الأخطاء. نعم، إذا أخطأ يستفيد من الخطأ. كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون حسب حديث النبوي الشريف. وأكثر الاستغفار لربك، وعليك بصلاة الليل خصوص، وأكثر الاستغفار وعليك بصلاة الليل، واتق دعاء المظلوم. الله، المظلوم خصوصا اليتامى والعجائز، فإن الله تعالى فإن الله تعالى لا يسامح بكسر كثير. العجائز ترى أنفسهم كثيرة، اليتامى أيضا، لا حول ولا قوة. نعم، اليتامى أكثر انكسارا. هذا كله له تداعيات، له يعني آثار كبيرة في حياة الإنسان. هذه الوصايا الأخلاقية تكشف حقيقة عن مجد العلامة الأخلاقي. وعليك بصلة الرحم، فإنها تزيد في العمر. الإنسان إذا يطيل عمره يوثق علاقته مع الأقارب، يتحمل هفواتهم، يبادر إلى مساندة من يتعرض إلى مشكلة، إلى معضلة، إلى مصيبة، يقف ويسانده ويتعاطف وياه. هذا هو صلة الرحم، وليس الاكتفاء بالزيارات، على أن الزيارات مطلوبة وهي تعزز من العلاقات الاجتماعية. وعليك بصلة الذرية العلوية، هذا مهم جدا، أن تواصل مع أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم. وعليك بحسن الخلق، فإن رسول الله قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. المودة في القربة، وهي التواصل مع السادة وذرية النبي صلى الله عليه وآله. ويروي رواية طبعا، وإن كان لم يبقى لدينا من الوقت أستاذ كمال، ولكن الحديث شيق عن هذه الشخصيات العظيمة. حقيقة هذه الشخصيات تحتاج إلى دراسة معمقة، تحتاج إلى وقت أكثر لكي نتعرف عليها. وإن كنا نحن ولله الحمد من مذهب الإمامي، ولكن نفتقر التعرف على هذه الشخصيات عن قرب. نحتاج إلى دراسة، نحتاج إلى تعمق إن شاء الله أكثر إن شاء الله في الحديث عن هذه الشخصيات. أنا أعتذر أستاذ كمال توقف البرنامج، وإن شاء الله لدينا لقاء في الأسبوع القادم بإذن الله إن شاء الله. والشكر لكم أيضا الموصول مشاهدين كرام، نلتقيكم في حلقات أخرى من على شاشة القناة الولاية الفضائية. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ كمال.